عدنا مشاهدينا الكرام الى برنامج كلام الناس. كان معنا السيد الازهر العكرمي وحكينا في تفاصيل الجبهه السياسيه الجديده الاتحاد من اجل تونس. معنا ايضا السيد عبد الستار عمامه في عرض نحب نغني، ومعنا ايضا السيد حاتم القروي في غنايه المراه اللي باش نجيوها بعد، لكن توا مباشره نستقبلوا مع بعضنا الفنانه المتالقه ايمان الشريف. إيمان مرحبا بك لالا في برنامج كلام الناس، تفضل بحذايا. إيمان من هوني من هوني مسالش على اليمين، مرحبا إيمان. مرحبا بك إيمان الشريف، الغناية جديدة روبريز للفنانة شريفة فاضل اللي الموال العشاق. هذه أغنية من عام 1966 تلحين لمنير مراد وكلمات حسن السيد. نسمعوا إكستري مع بعضنا ثم لنا. الليل 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 من الشريف. فهذايا مقطع من غناية. علاش اخترت غناية لشريفة فاضل؟ لأني نحبها برشا وتمنيت باش نغني لها من اللي وانا صغيرة، ووصلت الهدف متاعي أني غنيت لها أغنية جميلة برشا وهي تحبها برشا. أنا حبيتها تكون موجودة معنا اليوم، لكن الله غالب مريضة إن شاء الله ربي يشفيها. عملت عملية إن شاء الله تقوم لباس، وعندي موعد معاها إن شاء الله في مصر. في بالها بالغناية شاورتها؟ أكيد أكيد. سمعتها منك؟ سمعتها وعجبتها برشا، وهي أقرب أغنية لها هي الليل الليل. وأنا فرحت يعني اللي قمت باختيار الأغنية. قلت الغناية هذه هدف مني وانا صغيرة يعني. مني وانا صغيرة تمنيت اني نغنيلها. اكيد. علاش ما غنيتش مثلا لما راح الصبر عني مثلا اللي غنيها فاضل شاكر؟ لما راح الصبر. علاش الليل بالذات؟ لما راح الصبر قاعدة تتنفذ. كيف فقت انت؟ ما سمعتش. والله ماني لا انا نعرفها لما راح الصبر عني نعرفها. لما راح الصبر. اما انت مش غنيها زادة قاعدة تتسجل. ابو الصدفة. قريت وحدك وحدك معناتها. لما راح الصبر منه جانا يسأل عن دواء، قال لي شوفي أحلى عمر. خلي الميكرو انت وخليك على راحتك وهات سمعني بالقدا بالقدا بالقدا. صحيح ما عندناش الموسيقى ما نجم نغني. لما راح الصبر منه جانا يسأل عن دواء، قال لي شوفي أحلى عمر أحلى عمر نكون سوا. لما راح الصبر منه جانا يسأل عن دواء، قال لي شوفي أحلى عمر أحلى عمر نكون سوا. وآه من حيرتي وتعذيبي، آه من شوقي لحبيبي، آه ببعده يبكيني، واه من الفرحة اللي ناسيني، واه من الصبر، واه من الصبر، واه. يعطيك الصحة إيمان. هذايا ديما يأكد لي إيمان وبعد إذنك أنك فنانة الإعادات بدون منازع. على الله، الله يا مولانا، واليوم الليل متاع اليوم الليل. علاش؟
علاش؟ لاني بوغ لا سامبل ريزون اللي كل ميلودي تعجبني نتمنى نغنيها. حسيت انه صعيب عليك تلقى الغنايه جديده؟ لا، موجودات الغنايات يعني يعني قاعدين يتنفذوا، الالبوم قاعد يحضر، فما اغاني شرقيه، اغاني توانسه مغربيه. اعداد؟ لا، جدد. جدد. لكن انا ما زلت يعني في بداياتي، على يلزمني نغني للعمالقه، ويلزمني نحط صوتي على الحان كبيره والحان يعني منفذه ومغن، يعني غناوها اصوات جميله برشا. وكي نلقى نفسي غنيت كما يعني اغنيه الليل ومولاتها تقول لي حبيبتي وتفرح اني انا غنيت لها الاغنيه وعجبتها طريقه الاداء، يعني ما تنجم تزيدني كان شحنه معنويه باش نقدم ونقوم يعني بانتاجاتي. اكيد. وزاد حتى هي الطريقه السهله ربما للنجاح والمرور. انت تقول سهله، اصعب تنفيذ هو تنفيذ الاغنيه الغبخيز. عمرها ما كانت سهله، لانه اغنيه ملحنه جديده، كلمات جدد، تنجم كيما تغنيها كيما تعطيها للناس. لكن المسؤوليه اكبر في انك كونه تغني اغنيه تغنيت قبل وغناها صوت ممتاز واداء متميز، باش تعاودها انت لازمك تقنع، وهذا يلزم اجتهاد وغشاخش كبيره. اي لكن ايمان، والتنفيذ اغلى يعني. متفقه معك من كل يعني الجوانب. من كل الجوانب يعني. الاغنيه المعاده نجاحها اراها، والأغنية ربما الجديدة تتطلب اجتهاد وتتطلب مجهود. لا. وبناء نجاح. لا، النجاح هو فيه برشا خدمة، لكن فما برشا حظ. فما أغاني تعملوا جدد وما تصرفوش عليهم برشا ونجحوا، وصلوا حتى المشارقة يغنيوا فيهم. فما برشا غنيت توانسة يعني ما كانتش فلوس برشا تحطت عليهم، والا تعبوا ياسر، ولا قعدت الغنيه سنوات متواصله باش تخلط للناس في سحبوها، يعني ما فماش غوسات مضبوطه. إيمان، لاحظت انه من خلال اعاداتك الكل تقريبا اغاني مغربيه واغاني شرقيه، الاغاني التونسيه ترشح اقل. انا غنيت تونسي، غنيت لايمه اغنيه نتاعي اللي فزت بها في مهرجان الأغنية التونسية، من كلمات جليدي العويني، ألحان سمير شعير، وتوزيع مني الغضاب. هي أغنية تونسية نجحت، خرجت في الألبوم ونجح الألبوم. غنيت يا دموعي كذلك أغنية تونسية، غنيت حبك ليا وحدي. لكن ممكن الحالة متاعي الفنية وأنا كإيمان شريف ممكن حكايتي بيزاغ شوية، لأنه الناس كيف خرجت أغنية على الله تلمو عجبتهم وحبوها وتحبوني أنا في الغنية ذيك، أي حاجة أخرى تحط لهم باقي متخمرين على الجو هذاك وستايل هذاك، يعني باش تنجم تحط غنية وتنحي غنية صعب. لا، أنا نعرفك ما تحبش الكلام برشا، ما تحب برشا الغنية. شنو تحب الغنية؟ إعادة من الإعادات اللي باش تعملهم في الألبوم، منتوجك جديد، أغنية تونسية، ما نعرفش عندك فيها حاجة كيف. تونسية، هي ماذا بيا خلينا نسمعها. يا دموعي. يا دموعي. يا دموعي السايبة، يا شفوني الذايبة، يا دموعي السايبة، يا شفوني الذايبة، ليلة ورا ليلة ورا ليلة، سهرانة ليالي يا طويلة، ليلة ورا ليلة ورا ليلة، سهرانة ليالي يا طويلة، والدنيا هذي خايبة، يا دموعي السايبة، يا مطر عيوني بلا صحاباش بيكم، بطلوا يزوني بطلوا يهديكم، على تعبتوني وعلى جننتوني، وعلى الصغر سني شايبة، ليلة ورا ليلة ورا ليلة، سهرنا ليالي يا طويلة، ليلة ورا ليلة ورا ليلة، سهرنا ليالي يا طويلة، والدنيا هذي
خايبة. يعطيك الصحة يا شفون الذايبة. طب كنت تسمع ماني شريف فما خير في الإعادات ولا في أغنية تونسية كما هكا؟ هذه كلمات صاحب شعير وألحان سمير. لا أنا تعجبني في التونسي الحق الحق. في التونسي. أي كي تغني التونسي سواء إعادة ولا جديد. يعجبني التونسي. أنا تونسي. أنا تونسي و تونسي تونسي. قبل تونسي. ما عرفتش الأزهر أنت عندك مجال باش نحكيو في الغناء ولا ما عندك؟ لا نحكي في الغناء شو ما نحكيش في الغناء. أيوا مرحبا يا خويا ما دامك هكا صديقي. ليه نسمع انا لشوف كل حد عنده الوان يلبسهم وعنده دي ميلودي يطرب بيهم وفي الزمن اللي تربى فيه عنده حاجات تقعد في الذاكره وتقعد مخزنه وتقعد ونسمع جديد نسمع الاغاني جديده نشوف ديما عندي روبير يصعب على أنا من الناس اللي نعتبر نتمنى فيروز كأغاني تكون احتكار خاص لي واحد إلى درجة إلى درجة مرة دخلت جات هنا ما دخلت لهاش إحساس بالغيرة أنا حبش ندخل مع الناس كل ما حبش ندخل مع الناس كل بيبي حلوة منك سي لازوري وولادي يحفظوا حاجة معناها في البحر شو كبير كبر البحر بحبك شايف السماء شو بعيدة بعد السماء بحبك كبر البحر وبعد السماء بحبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بحبك نمشي يا سيدي لبعض الصور ونشوف تعليقاتكم الا ايمان شريف بالذات ما نحبش نتعلق من بعد توجيه نبدا بالصوره الاولى هاي طب سي الازهر يا خواف شكون هذا سي الازهر؟ يظهر لي بالقاسم بوغن بالقاسم بوغن شو رايك في بالقاسم؟ خلق نمط خاص به وهو بين الليبي والتونسي في الجنوب ايقاعات اعتقد جميله جدا لكن ريتم واحد من اللي يبدا لين يكمل حتى كان يبدا سي دي ولا كاسات تسمعه بنفس الريتم بنفس مونوتون ياسر بالضبط ساب سطر عمل والله انا يعجبني على خاطر متمسك باصالته لكن كما قال سي لازر معناها لا مونوتوني فما رتابه تنجم تقول تسمع اغنيه تسمع الثانيه تولي تقول يتشابه البعض تقريبا حاتم كما قالوا الخيان معناها نمط ما بين الليبي والتونسي وانا ما نكذبش عليك ما كنتش نعرفه قبل اما كي تزوجت بمرتي معناها زوجتي اللي هي من زرزيس اكتشفت وقت اللي مشيت لزرزيس انه سي بلقاسم وقلنا ستار في الجنوب الشرقي التونسي الكل وقت حصل لي شرف وعرفت اللي زاد الغنية اللي كانت تغني فيها إيمان الشريف هي معناها كتبها ولا ملحنها سي بلقاسم بوغن واضح إيمان الشريف خليتك الأخرانية هاو عليك بوغن كان رافض أنك تغني على الله مش صحيح وما خليكش تطلع معاه على المسرح البلدي مش صحيح فهمني الحكاية أنا قبل ما نغني الأغنية صار اتفاق واتصال بين شركة الانتاج وبلقاسم بوغنا قلت له ما نغنيش الأغنية لأنه غناها هذا الفنان ماشي في بالي اللي هي غنيته الشركة قالت لي لا راهو الغنية هذية تراث قلت لهم حتى لو هي تراث أنا يلزمني نشاور طلبوه قدامي يكلم فيه قلت بالكش يكلم مش فيه هو في حد آخر طلبت اني نسمعه وهو يتكلم سمعته قالوا له فنانه شابه باش تغنيها وش قولك قال لهم مهناش ما فما حتى مشكل قلت انا والله يعطيه الصحه بارك الله فيك ممكن وقتها كيف اعطاه لاكور نتاعو ولا وانه لاكور نتاعو كان كي اعطاه ولا ما اعطاش مش باش يغير حاجه لانه كنت وقتها عرفت اللي الاغنيه مش نتاعو هي تراث تونسي لكن احترمته يعني من بعد
وقت اللي نجحت الغناية وسيب القاسم بوقنا عمل حفل في المسرح البلجي، قلت بأخلاقي وتربيتي وأصلي وحسي الفني اللي هو ديما يسبقني، قلت نهز بوكي دو فلور ونمشي له للعرض. وقت انا عندي بروفه نحضر في حفل كبير في صفاقس، خلطت وقت في بالي باش نعطيه له في اللوج، خلطت وقت اللي هو قاعد يغني سور سين. سيتي دو ديريكت معناتها. اي صح. دخلت انا دخلتش نمد البوكي دو فلور نحطه ونمشي. زميلنا حاتم بن عماره قال لي مين راهو معناها عيب كونك تحط بوكي دو فلور من غير لا تسلم عليه ولا تتفرج. مشيت قال لي حلي الباب ودخلت باش نمدوا البوكي دو فلور، خذاه من يدي ولوحه. لوحه قدام الناس؟ يعني هكا رميه. الشيء من مأتاه لا يستغرب. انا جيتك في حفلك وجيتك باش انا نعرف مستواك يعني. وكمان جيتك لاني كي نسمع حاجات على شخص عمري ما ناخذ بالاعتبار، ديما نواجه نشوف هذا مش باهي لازمني نراه، ما نحكمش على عبد وانا ما نعرفوش. كي مشيت وقتها فهمت الشخص هذا شكون. بالكش ينفعل هو وقتها وفي حاله ستريس يرسل. لا ومن بعد سمعت في الراديو قال ما نعرفهاش ما في باليش ما 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 باش نقعد ندخل انا للبساس يعني نتاع الاقاويل والاحاديث، عندي شغل يعني استنى فيا اكبر من اني نقعد نستنى في شكون يقول وعلاش. واضح. نمشي مباشره الى الصوره المواليه. انا نبدا. السيد الازهر العكرمي تعرفها؟ لا. امنه فاخر هذه الفنانه؟ ربي نجح. حات والله بالك شيء مانيش من نفس الجيل لما كيف كيف. ما تعرفها ازاي؟ والله لا نعرف بصراحه. عبسط حليلتها تو هذاك شنو نعرف عليها؟ معناها تصويره معناها ما نعرفش عمري ما سمعتها حتى مره. لا ممكن سمعتها في راديو ما نعرفش شكوني ما نطبقش اسمع المسمى الحق. نرجع لك ايمان الشريف. امنه فاخر اتهمتك انك خديت لها غنيتها انا منويت فريغو. امنه فاخر غنيت جوني مار. جوني مار واغنيه جوني مار وانا منويت فريغو بعد على بعضهم يعني اغنيتين هما. انا كي غنيت انا منويت فريغو وسمعت غنايتها هي جوني مار، ما تصورتش كون الموزع باش يلصق غنايه في غنايه اخرى في قفله الغنايه. باهي هات نسمعوا مقارنه بين زوز انغام. هات نسمعوا الساعه توا ومن بعد نرجع لك. طب انا منويت هذوما زوز انغام غنيتك وغنيتها. انا ما هي قلتش غنيتي راه. كي هي؟ انا اغنيه جميله لحن جميل حبيت نغني. ادائك وادائك. يعني غنيت. هذوما زوز اغاني توا. سي الازهر فماش انت سمعتنا قفله الاغنيه راهو علي. لا ما حسيتش انا. كيفاش؟ ما حسيتش بالانتقال من صوت لصوت. باهي واضح فهمتك. كيف كيف؟ دارت لي نفس زوز الحان. شوية في الثانية فما الدوزيام من البريمير تقريبا شباب. الأصوات مختلفة فقط معناها نبرة الصوت برك تختلف. نبرة الصوت فقط تختلف. باهي شوفي مال قاعدة كان نشوف. قاعدة كان نشوف. أنا فاخر تقول أنك أنت خذيت أنا منويت فراقه وبدلت معناتها شوية كلمات وكذا والمقام هو بيد ودرجة الارتكاز هي بيدها وحتى الخانة هي بيدها ما تبدل حتى شيء. هذا اش قريته من الاخر مش انا قلته. انا نقول لك عاود اسمع الغنية من الاول وتلقى فيها انا جوني ماغ وتلقى فيها موال وتلقى لا مش على الكلام نحكيو حتى مش قلته وعلى الكلام على ما نعرفش المقام اللحن الواحد كله هذا. انا قلت لك بكري هما اغنيتين كي خدمتهم هي خدمهم الموزع لصق غنية في غنية. انا كي جيت ننفذ في الغنية الاخرى قعدت انا وسامي معتوقي في جلسة عمل قلت له يا سامي الغنية هذه ما سجلها حد، قال لي لا ما سجلها حد. هي قالت اللي لصق الاغاني هو انت. انت اسمع. لصقت الاغاني انت اسمع شكون اللي غنى جوني ماغ وشكون اللي غنى
انت احط لغنيتين الزوز تلقى غنية موجود فيها كلمة جوني ماغ والبارتية ذيكا وغنيتي انا لغنية تقريبا كيف كيف لحن لانه قفلة الاغنية اللي سجلتها هي كما الغنية نفس الغنية اللي غنيتها انا الصورة الثالثة نجاة عطية نجاة عطية انا على فكرة كنت البرة انا بقيت 10 سنين ما روحتش فكنا كل وين تطلع حاجة يجيبونا نسمعوا فالفن التونسي كيما يلزمنا نطيبوا كسكسي طون زون طون تسمع غنية ريحة البلاد يابا نسمعوا الغنية ونعرفوا شكون طلع وشكون جديد وشكون حاج نجاة عطية فترة النجاح نتاعها مع وقت اللي لحن لها سي عبد الكريم صحابه اما نحكي فيزيكمون ماشي وانت صغار معناها تبارك الله عليك هذا شديد هذا الشديد سي عبد الستار تعجبني برشا خاطر نتفكر نجات صغيرة البناية صغيرة في مع الناس في برنامج في تلفزة وقتها تكتشفوها 8 سنين وهي تغني في غنية وردة تقعد باقي الصورة ذيك في الذهن نرجع لك إيمان مرة أخرى أهلا حرب أخرى حرب باردة تقول أنك فكيت لها غنيتها ما فماش خلاف وأنا ونجات يعني صحاب وديما من بعضنا و يعني ما فماش خلاف صارت معناتها انا طلعت شعال طلعت شعال نار في النازله لا لا مش خلاف هو سوء تفاهم ووضحوا الملحن تاع الغنية فما غنية اللي هي يعني راه يموت كتبها ولحنها حاتم الجيزاني قال لي راهو الغنية هذية سمعتها النجات عندنا 8 أشهر وانا نفس الغنية سمعتها في استوديو بارمي دو لا بارمي دو يسمعوا ديما نمشي للاستوديو ونسمع الغنيات الجدد اجور بيان سور دونك نتبع يسمعوني غنيات فما بعد ساعات غنيات شدتني الغنيه هذه قلت لهم الغنيه هذه نتاع شكون قالوا لي راهي غنيه نجاة عطية وشريتها قلت لهم ان شاء الله مبروك ان شاء الله قعدت نسمع في غنيه اخرين خذيت اغنيه اخرى بعد 5 أشهر من اللي سمعت انا يعني 8 أشهر جاني تليفون من عند حاتم الجيزاني حاتم الجيزاني فينك يا ايمان قلت له هاني انت وينك عند ياسر ما سمعت ديغنيغمون عندك غنيه خذيتها نجات هي تعطينا اش عندك جديد قال لي ليه راهو الغنيه ما خذيتهاش نجات قلت له علاه ما عجبتهاش ولا قال لي ليه راهو ما تفهم يعني ما صارش مكتوب راهو الغنيه نحب نبيعها قلت له انا شيء لا قلت له انا متاكد بالك شي عطات اكونت بالك شي تفهمت وعطيت وعدتها قال لي انا راني جو سوي بروفيسيونيل وعندي برشا اغاني وما يساعدنيش باش اغنيه تقعد 8 أشهر شريتها في استوديو شريت الاغنيه سجلتها خلصت الاوراق عندك رسو عندي رسويات هكا قالت لك نجات فكيتها لا من بعد كي سمعت نجات وصلت لها المعلومه اكيد هي توا فهمت وصلت لها المعلومه نتاع الناس يعني شعلوا في النار هاوكا الغنيه ما باها لكش اللي كنتي وجبد بيك وهاتمك الحديث تحكينا انا وحاتم تقابلنا قلت له حاتم راهو هكا وهكا قال لي ليه راهو انت امورك واضحه الغنيه نتاعك نجاة سمعتها لها معناها قعدت الغنيه 8 أشهر انا ما يساعدنيش يلزمني نبيع وانت الصوت اللي لوج فيه للاغنيه هذه اكثر من هذا شو نقولوا الشاعر قولوا ليه ما تبيعليش الاغنيه لا ما نحبش نغني اكثر من هذا قلت له الصنيزي اكثر من هذا سليم الصنيزي عنده ما يقول يلا يتصوروا الناس الكل كانوا باش نحكيوا على الفتره نتاع لبسه والتنحيه نتاع حجاب ولا حاجه لكن انا حقيقه الحق شو نقول لك الشيء هذاك ما يعنيني حتى طرف هذا حاجه شخصيه معناتها انت تقرر فيها معناتها تلبس ولا تنحي معناتها شيء هذا ما يغير حتى شيء معناتها اما اللي حيرني اكثر هو المجهود اللي قمت به في فترة لباس الحجاب للإقناع وللحديث عن نوع آخر متاع فن وللحديث على يعني قمت بمجهود كبير برشا في الفترة هذيك ثم قمت بمجهود أكثر منه معاكس في الفترة ما بعد الحجاب أنا قلت طيب بربي ما نصوت هكايا باهي تخدم على روحها معناتها لما حالة تغني هالمجهود هذا الكل كان مشى واتجه مع فنانين اخرين مع كتاب او شعراء ملحنين موزعين وضخامه الحديث اللي صار عليه
والبريسيون يعني والوراق والجرايد مشى العمل مشى المشروع. خلينا نحطوا إيمان الشريف في مكان. خلينا نحطوا علاش اليوم ولات إيمان الشريف فاضل؟ إيمان الشريفة فاضل معناتها يعني فاضل. إعادة الأغاني هي لابسيوس باش نضحكوا معناتها شوية، لكن نقول علاش إيمان ما عطتناش الثنية نتاعها وقت اللي ظهرت لنا في مهرجان الأغنية بالجائزة اللي خذاتها. كان فما إمكانية ترامبلان نتاع مشروع نتاع يعني طريق تنجم تكتبوا تعطينا الصورة نتاعها، تعطينا المشروع نتاعها، الضخامة يعني ضخامة لا ضخامة المجهود هذا كمشى حسب اعتقادي في الفارغ لا. وما يضيف حتى شيء. ها نقول لك علاش ما يضيف حتى شيء، على خاطر المظهر عندنا برشا فنانين مشاو لبنان في عوض يلبسوا بدلوا نحاو وشفايف وعينين وكذا، اما قعد الصوت هو بيدو معناتها المظهر ما غيرش حتى شيء. جون بيز تمشي حافيه تغني على على على, على الركع حافيه معناتها، إيديت بياف تغسل وجهها وتغني، هذوما مشاريع يعني ما ما ماهوش مشكل، ما هوش مشكل كبير اللي باش الفنان يتعمدوا حتى يبرهن على مشروعه الفني. وهذا يا كلامك اللي أنا وجعني وحيرني على مستقبلك ومستقبل حتى فكرك للفن. في الفترة اللي لبستها قررت باش تغني كذا، قررت باش تعمل معناتها في ظروف خاصة تغني، كان في ظروف خاصة أغاني خاصة. الظروف والأغاني الخاصة لتو أنا حاير عليهم أنا هما الظروف والاغاني الخاصه فنيا علاش قلت لك راهو الاخرى ما يعني. نحكيش نحكي هما حقيقه، فما اعمال تنفذت، فما اغاني تنفذت مع سيلمونسوف البلجي مع ناصر صمود، اغاني تسجلت موجوده تبقينا انا راهو ما زلت في البدايه، واذا كان في البدايه باش نعمل كل شيء شنو باش نخلي للطريق؟ توا وقتي باش نجرب الانماط الكل ونغني اللهجات الكل والستايل الكل اللي يلزمني نمسهم ونحط عليهم يدي باش نفهم انا وين. وقفه التامل والحديث ايمان الشريف مع ايمان الانسانه حاجه مهمه ياسر، لاني باش نعطي لحني واحساسي للجمهور يلزم نعرف نفسي وين. انا كنت طايره بين العصافير ونحلق بكل براءة يعني بإحساس طفولي، أنا وين؟ أنا مين؟ إزاي؟ قال المصري نلوج على نفسي وين؟ باش نقدم فني الجمهوري صحيح مضبوط. ما لقيتش فما إشكال صغير ما بين كي تلوج على صوتك وعلى فنك ولا تلوج على تغيير المظهر؟ لا لا لا, لا 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 مش يعني مظهر، يعني تغيير المظهر غير لك حتى لا. في الديسكور نتاعك المظهر هو يعكس الباطن، إذا كان الباطن صادق وإذا كان الباطن والمظهر مش كيف كيف يعني ما عادش الحكاية كومباتيبل، ما عادش فما لحمة. أنا تلمو المظهر يعكس نفسيتي، فرحانة ياسر بنفسي، وكل مرحلة عشتها عشتها بصدق، وكل أغنية اخترتها اخترتها عن قناعة وشدة صحيح. يعني غدوة نجم تلقاني نغني لابسة كلاست ولا شو سيبا جو دي نامبورت كوا، معناتها هذا هي المشكل. هذا ايش حبيت نقول؟ جيت انا نحس نقول صحيح، هذا ايش حبيت نقول انا اللي في الفترة هذيك فقط المنطق نتاعك المقترح حتى الفني نتاعك وحديثك حتى على الفن هو اللي تغير، هذاك اللي قلقني. لا ما قلقني سي تغير على خاطر ما تغير بالنسبه لك انت. لا تغير تغير في في معناتها في في اللونجاج وقت اللي حضرت لك انا وسمعتك في حوارات ما تغير يعني حتى الاختيارات هذاك انا هذاك انا انا في اللحظه هذيك هذاك وقتها جوستومون انا نعيش اللحظه بلحظتها لاني فنانه. كيفاش تحبني نعيش بحسابات وتحبني نعيش يعني بديسكور ما حاطته لي السيد فلان ولا السيده فلانه، نعيش انا نحس كما انا تو نحب نغني يعني نغني، نحب تو ما نغزرلكش ونغني عيني مغمضه يعني انا حره، الفنان حر. انا الجمعه اللي فاتت صارت لي حاجه تضحك، حاجه تخليني نقول خليني نخرج من تونس، وحاجه اخرى تشدني تقولي لي راك ما تمشي وتجي تقعد انت فيك دم من دم تونس. لانه وقت تهز اغنيه باش تسجلها اللي في القباضه يقول لك ما نسجلكش، وهو يسجل لك اغنيه كما يحب هو بالكلمه عادي، يولي هو قابض ويولي هو شاعر، ناخذ نمشي من القباضه نشري غنيه انا، صح ولا مش صح؟
نعطيك لادريس واسم القابض وين موجود. هزيت له اغنيه باش يسجلها لي، قال لي ليه ما عجبنيش الكلام ما نسجلكش. يعني احنا توا في مرحله خايبه، ما نبش نوليو احنا نغني. دقيقه سامحني ايمان اللي قلت عليها هذه نتاع القابض، شنو هي الشعر؟ شنو هو معناتها محرمه حرام؟ ما هو ابارامون قال حرام. شكون هو ذا القابض؟ يعني قابض 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 في قباضه. اي نعم. وانت علاش تسجل فيهم وعندك حقوق تاليف اصلا؟ انا مش انا المؤلفه يعني. حبيت تسجل العقد فقط؟ اكيد. وهو رفض العقد؟ لا هو مش رفض العقد، قال لي انا ما نسجلهالكش اغنيه كيما هكا، ما نسجلهالكش. اش معناتها كيما هكا؟ ما عجبتوش توا ولا معناها اخلاقيا ما عجبتوش؟ انت يزمك تلبس كيما يحب السيد ندرى شكونه، ويزمك تحكي وتعب وتغني كيما يعني يلوموا فينا على زمان. لا هذا تقول فيه كلام خطير. ماهوش خطير، لانه هذا اللي نعيش فيه. اذا كان قابض يقرر، قابض يقرر يعني في فن تونس اليوم كيفاش لازم يكون؟ هذا يلزمك تتجاهل نقابتك وتقدم به يا سيدي شكوى. تقدم به هذا هو زاد. انت ما تعرفنيش انا شكون. بكري قلت للزميله ما تعرفوهاش، يعني اذا كان فنانه ما تعرفوهاش كيفاش تكتبوا لنا دستورنا؟ احنا وين في وسط الدستور هذا؟ حقوقنا شنيه؟ ما تعرفش الفنان شنو يعيش كل يوم؟ ما عندوش حقوقه، كيفاش تحبه ينتج لك؟ انا اليوم يلزمني نحس بالشعب في تونس شنو يعيش، باش انا نغني له ونكون صادقه باش هو يقبل غنيتي ونصرف عليها انا من مكتوبي، وانا كي نمرض انا نصرف على روحي، وكي نبدا باش نلبس يلزمني نصرف. يعني هذا انانيه كبيره من 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 اللي شادين تونس. اغزرونا لانه احنا قوه، لأن الفن عنده قيمة كبيرة. يعني شوفوا التاريخ، أم كلثوم كيفاش يعديو أترافير لي شانسون دي ميساج في لي راديو باش يقولوا للجيش شنو يعمل وشنو، يعني حاجة تحشم. احنا فنانين وليت نقول أنا فنانة يعني خايفة، يعني هذا حاجة تقول الحم قوم بالشوك يعني. شوف قبلك أذكر سليم على قالك برشكي للنقابة، أنت لك مؤخرة لا في النقابة الأولى لا في النقابة الثانية إيمان، حتى الثالثة ما انخرطش فيها، حتى الثالثة زاد لأنه استنى ومقداد السيلي تعرف شو يقول ولا كتب عام مساعد نقابة جوستومون سي دي ريزون اللي خليوني ما ننتخبش. قال إيمان الشريف أمورها مش واضحة، فهمتش على شنو؟ حاب نحكيو احنا بصراحة يعني موجودين. أنا باش نحكي لكم موضوع اللي ما يعلم به حتى حد وعنده سنين. هيك أنا نحترمه برشا الفنان مقداد السيلي، و ما نقولش طاح من عيني، لكن يعني سخفني وقت اللي ضعف وقال احكي عليا ولا على زملائي. ولا اذا كان انت عندك يعني مركزك في النقابه وانا فنانه ما تدافعش عليا باش تلوم على الغير كيف هما يضروني ولا يظلموني ولا. اذا كان انت اليوم شادد النقابه وخمسة سنين التالي ولا ثلاثة سنين التالي جايب لي دوسي، ها دوسي شنو؟ دوسي حشم تاع شنو؟ تحب التاجر فنانات تونس. دوسي شنو ولا دوسي جايب دوسي حب يتاجر بيا انا في الخليج. تاجر بيا هذه حاجه يعني تحشم. تغني في الخليج؟ ما نحبش ندخل اونتر كيومي في باش. اسمعني تو الراجل مش اسمعني. الراجل مش حاضر وانا نعرف روحي شنو نقول عليه. الناس هذوما اللي هما فنانين وما همش عارفين كبر كلمة أسمع. فنان أنا طبعا أنا شوف لا نبحث على إثارة ولا شيء من هذا، أنا لا نوجه على معلوم. قلت لي باش يتاجر بيا أنا في الخليج أكيد مقداد السيد أكيد يتاجر بيك شنو؟ أكيد. إذا كان أمبريزاري وهو ماهوش أمبريزاري وقت اللي أنت فنان أوكي ما فماش مشكلة. أنا نخاف من واحد، الواحد الأحد هو ربي. لو غاست نحترم أي نحترم الناس كل، لكن اللي باش يوصل يتعدى الحدود الحمراء كي نوقفوا انا عند حده وهو من بعد يتغشش ويحاول باش يحاربني زعما هكا ما ياثرش فيا لا هو ولا غيره. مقداد السيلي في وقت من الاوقات عمل لي تليفون وانا وقت اللي خذيت لوسكار في مهرجان الموسيقى، حاجه تحشم مش نحكيها سي فغي مي بون سي لا رياليتي، معناها جاني تقابلنا بعد قداش من تليفون وانا نثبت زعما مقداد اللي انا نغزر له هكا باش يقابلني انا اللي مازلت غنونه يعني مازلت كي بديت نغني وعندي عنده مشروع باش يقدمه لي. تقابلت انا وياه وسمعني كلمات محلاهم وهو غنيات هو ملحنهم، قال لي هذا مشروع، قلت له يلا يعني نبدا في الخدمه. ألحانك يعني مش هنا باش نصحح عليها توا ولا غناو يعني ناس تبارك الله عليهم جورج وسوف و
بقيمتك يعني ما نجمش انا نشكك فيها توا. صار الموضوع هكا وقعدنا نحكيه. قال لي قلت له كيفاش يعني انا مازدتك بديت لعندي مدير اعمال لعندي شركه انتاج مازدتك خذيت اوسكار وتلوحت هكا في وسط الدومين وجو سوي كوم اون فرحانه بروحي وبصوتي. قال لي هذوما الالحان لحنتهم انا تعطيني 3000 دينار على كل لحن بالحرف. والشعر قلت له ايه وشنو معني مشروع حفله برايف اوبيريت. قال لي ليه انا تعطيني تخلصني في الحاني ومن بعد هذا الشيخ الفلاني تعرفه. قلت له ليه ما نعرفه. قال لي ليه انت ما تعرف شيء من الدنيا. شيخ شنو شيخ شاعر هو اللي كاتب الكلمات ما نتفكرش شكون. قال لي هذوما الكلمات امشي لغديكا انت كي تغني لهم الغنيات هذوما تمشي لغديكا يشيخوك ودرا شنو. نشرب في القهوه هبطت التاس قلت له مقداد مي فوزيت سيريو معناتها. قال لي اي هذه الخدمه وهذه. قلت له اللعب بعرض الناس ما يجيش. كان انت فنان انا نغزلك كبير وانا مزدكي باديه تصرفت معايا هكا يا خوفي من طريقي ومن فني ومن قعدت 3 موا تروماتيزي من كلامه ويطلب فيا وما عاودش يستنى في الرد يعني باش نجاوب. بعد اللي سمعتوه يجي هو تيقول عليا شنو يقول ونقول مش غريب يعني. واضح. حد جاوك عروض من الخليج؟ لا ذاك مقبول. انا صايب شويه شوي. انا الخليج صايب شويه. سي لازار كيما السياسه كيما الفن ذو جاتك عروض من الخليج؟ اي ابارامون كيف كيف ما نعرفش. كل شيء حل على بعضه. خليج معطى موجود السنوات اللي فاتت كلها. انا نقول من بعد 73 بدا دور الخليج. تقييم الدور هذه مساله اخرى. بقى الخليج حاضر بالمال في حياه المنطقه وفي حياه العرب. الخليج حاضر بالمال يعني مهما كان سياسه ولا فن فلوس. انت وقت تقول الخليج شنو يخطر في بالك مباشره؟ ماذا يقفز الى الذهن؟ فلوس. نجعل النفط والغاز. واضح. على كل إيمان شفيف سعداء جدا أن تكون ضيفة بحثنا في أنا أسعد الناس. شكرا لك. نتمنى لك النجاح والتوفيق والتألق في ألبومك الجديد. تحية كبيرة لإيمان الشريف.